وهي هي الكمامة تبع الأطفال، كتير حلوة. بتمنى تضلوا لآخر الفيديو وتتابعوا طريقتها والقياسات تبعها. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الخياطة. اليوم نتعلم نعمل الكمامة بطريقة كتير سهلة وبسيطة وما بتاخد أكتر من 5 دقايق. خليكم معي لآخر الفيديو وأهلا وسهلا فيكم. هلا بنبدأ مع بعض. أولا نرسم دائرة قطرة 20 سنتي، قطرة 20 سنتي، أو بترسموها على صحن مثل هاد أو صحن إزاز، أو إذا عندكم بيكار بترسموها بالبيكار. هلا رح نرسم الدائرة. بدنا نقصها بالمقص. هلا رح نطويها بالنص للدائرة، وبعدين طوية تانية. وهلا بعد ما تنينا الورقة بناخد من هون قياس 6، من محل هون المتني رح ناخد قياس 3. لقلكم هلا كيف رح ناخدهم. نجيب المسطرة منحطها هيك، من هون 6 ومنحط هون علامة، ومن هون كمان ناخد 3 ومنحط هون شحطة. هلا لحتى نكمل العمل رح نجيب الصحن نفسه اللي اخذنا عليه القياس بهالطريقة، نحطه على النقطتين شايفين بهيك، ورح نرسم هالدائرة. نحن بدنا ناخذ هذا القسم. هلا بدي قصة. وهذا هو الباترون تبع الكمامة. منقص طبقتين قماش، اي قماش موجود عندكم، قطن او جينز او كتان، هي القماش. هلا بتقصوا طبقتين. هلا رح اقيم الورقه وورجيكم اياها. هلا الخطوه الاولى رح ندرزها هيك على المكنه، او ندرزها كمان من هون من الطرفين، من هون ومن هون نعمل لها درزه. اذا ما عندكم مكنه بتعملوها بابره وخيط. هي خلصنا الطرف الاول ورح ننتقل للطرف الثاني. وهلا عم ندرز الطرف الثاني. هلا بنفتحها هيك. هلا بنحط لها هيك دبابيس، ومن هون رح نعمل لها درزة على الحفة. من الطرف الثاني بنخلي لها فتحة مشان لحتى نقلبها. طبعا هذا القياس للاطفال. الحفه الثانيه رح ندرزها. هلا درزنا الاول حفه، هلا رح ندرز الحفه الثانيه ونخلي لها فتحه مشان نقلبها. ما بنوصل الدرزه للاخير لحتى نقلبها من هون. اذا عندكم بيه مثل هاي بتاخذوا النص تبعها منحطها هون على النص
بنحط الدبوس لأنه بدنا نخيطه على المكنة. بنرجع بنحطها هون بهالطريقة، بدنا ندرزها. نكفي الخياطة تبع المكنة بهالطريقة. شايفين طريقة كتير سهلة. هلا هون وبننتقل للطرف الثاني. ننتبه الدبوس ما يكسر الإبرة تبع المكنة. وهيك بنكون خلصناها. طريقتها كتير بسيطة وسهلة. هذا قياس الكمامة للأطفال. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفكرة. تعملوا لي لايك واشتراك. وأهلا وسهلا فيكم. يا ريت تتابعوا العرض الأول دائما، وتتابعوا القوائم التشغيل الموجودة باليوتيوب والمنتدى. وأهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء بأعمال جديدة. وأهلا وسهلا فيكم. وهي هي الكمامة تبع الأطفال، كتير حلوة. بتمنى تضلوا لآخر الفيديو وتتابعوا طريقتها والقياسات تبعها.